ومن لندن إلى إيطاليا، حيث اختتمت هيئة الشارقة للكتاب مشاركتها في معرض بولونيا لكتاب الطفل في دورته 53، بعد أن استقبل جناحها العديد من زوار المعرض المهتمين بفعاليات الهيئة كمهرجان الشارقة القرائي للطفل أو معرض الشارقة الدولي للكتاب. تسعى هيئة الشارقة للكتاب من خلال مشاركتها السنوية في معرض بولونيا لكتاب الطفل إلى استقطاب المزيد من الناشرين والفنانين والمثقفين المتخصصين في كتب ورسومات الأطفال، وذلك لمهرجان الشارقة القرائي للطفل ومعرض الشارقة الدولي للكتاب للاستفادة من الأفكار والخبرات التي بالإمكان أن تساهم في تطوير الفعاليات والأنشطة الخاصة بالهيئة، ناهيك عن عرض أهم أنشطتها وبرامجها المختلفة ومنها منحة الترجمة. تستهدف مشاركتنا في معرض بولونيا للكتاب الناشرين المختصين بكتاب الطفل. أتينا هنا لكي نعرض أهم المبادرات وأهم الفعاليات التي نقدمها في مجال النشر. من أهم هذه المبادرات صندوق منحة الترجمة التي نسعى فيها بدعم حركة الترجمة العربية وأيضا العالمية من خلال تقديم المنحة للناشرين العرب والأجانب. حفل استقبال الناشرين المشاركين في معرض بولونيا لكتاب الطفل نظم في جناح هيئة الشارقة للكتاب، يهدف إلى التعريف بجديد نشاطات الهيئة وتعزيز العلاقات وعقد التفاهمات التي تصب في مصلحة تطوير العمل المشترك بين الناشرين وهيئة الكتاب، والتي بدورها أيضا أقامت ورشتها الفنية السنوية التي ترتكز على مشاركة فنانين نالوا جوائز عالمية وسبق لهم المشاركة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل كي يقدموا للمشاركين تجربتهم في المهرجان. تأتي هذه الورشة الدولية في رسوم الاحترافية لكتب الطفل والتي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب في واحد من أكبر معارض تخصصية في العالم وهو معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل، وتقدم الورشة الرسامة الإيطالية كاربن لافتا وهي صاحبة المشروع الفني المتميز، وقد كانت شاركت في معنا من قبل في معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل. دار كلمات المنتشية بفوزها الغير مسبوق بجائزتين كأفضل كتاب وأفضل ناشر في آسيا ضمن جوائز معرض بولونيا لكتاب الطفل لها مشاركتها الخاصة ضمن جناح مستقل يستعرض أهم إصداراتها ويستقبل المثقفين والمهتمين لبحث أي تعاون في شؤون عالم كتب الأطفال. وسائل عديدة تستخدمها هيئة الشارقة للكتاب من أجل التسويق والترويج لفعالياتها وأنشطتها هنا في معرض بولونيا لكتاب الطفل، وذلك من خلال إقامة حفل الاستقبال أو حتى تنظيم الورش الفنية التي تستقطب الجمهور الخاص بها من فنانين ورسامين. لأخبار الدار كان معكم محمد ماجد السويدي وعمر النقبي، بولونيا إيطاليا.